تكلم بعفوية وبكل حرية. اليوم صوتك مسموع. عبر كبريتي. صيام هو يعني فرد ديني، فهمتيني؟ ومن سنة رمضان هذا كيتم سلوك لا أخلاقي. كان عايشوا في رمضان. سي ما كتعرف بنادم كيكون عاود شوية بلي بالقصارة بلي بأنواع مخدرات وهذاك كيصبح ما كاين داكشي والو، كيصبح معصب خصو غير فين الساق خصو غير فين هذاك، ماشي كلشي كيعاني من هادشي هذا. يعني انا هادي كان يعني كان كنلاحظها بزاف في المجتمع ديالنا هنايا. صايم صحة، ومن ناحية أخرى يعني خصو تيكون تيكمي ولي تيكون تيشرب شي بسطيات، يعني على حسب الانسان. ما تلوموش يا تينا، كتعرف تينا انسان قلت عاود الايمان ضعيف كيكون عنده، فهمتي؟ هو بطاله عاود فقر كيعمل اختي، فهمتي؟ فقر وندم عاود كتشوف عنده العواول مسكينه ولا وحديثه الحاله مزير عليه، ضاقت عليه الدنيا بحال اللي ضاقت عليه الدنيا. والاسباب اش نقول لك اختي، وهو السبب الاول هو المخدرات. عاده المخدرات يعني اثناء رمضان وخصو بالنهار، داكشي اللي كيجعلو باش يكون هذاك ديك العاده ديال ترمدينا والعصاب والرجلي وداكشي الى اخره. انا بنادم ما واعيش رمضان شنو هو، صافي ما كيعرفش شنو هو الصوم والعباده، كيعرف خصو غير فوقاش يوصل المغرب باش يكمي ولا باش ما صافي هادشي ماشي قصار، هادشي اللي كاين. بينسى رمضان ما كاين لا ترمضين ولا والو، عادي داكشي. بالعكس دابا هاد رمضان خصنا نفرحوا به ونكونوا حتى فاهم باش نتفاهموا مع بعضياتنا في هاد العواج هذا هي، وكون التسامح بيناتنا ولا غلط انا يسامحني هذا ولا غلط اخر نسامحه انا، ماشي يعني على سبه بحال نقولوا صايم صحه وصافي، فهمتي؟ كنطلبوا الله يديم خلق وصافي، ربي خلق وفرق كل واحد وكيفاش كيفكر. كيدخل في باب ديال التوعيه الدينيه، شباب كيخصهم هو واحد التوعيه دينيه في البرامج ديالنا، لا في التلفزه ولا في الاذاعه ولا مثلا في الراديو، كيخصهم برامج توعويه دينيه بالنسبه لرمضان. يعني كلشي متربيه، يعني شنو نقول لك، المجتمع ما رجعش بحال اللي كان، المجتمع المغربي ما بقاش بحال اللي كان. يعني في النظر ديالي يعني ما عارف كل واحد والنظريه ديالو. ما اصلا مشاكل اختي، ناقص بزاف د الحاجات، لكن الامكانيات ما يكونش معصب. الحل في النظر ديالنا هو بنادم يرجع للطريق ديالو، الدين ديالنا اللي هو اللي كيصفي، هو اللي كيعطينا الطريق ديالنا، ما شي حاجه اخرى، ما كاينش شي حل اخر من غير هادشي. بنادم يتبع القران ديالو يقراه. كنتمنى زعما هادشي ما يبقاش، لان رمضان راه شهر كريم وشهر معظم وربي الحمد لله بباب السماء محلولين، زعما يستغل هاد الفرصه هادي ماشي يرجع لله سبحانه وتعالى.